أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا أنه قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء؟ فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين.